وقفت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية دقائق حداد على أرواح شهداء جريمة حلبشة في ذكرى مرور 35 عاما على قصف حلبشة من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيماوية. للمزيد ينضم إلينا من دهوك مراسلنا بوار داخاز. مرحبا بك بوار. مساء الخير. مساء الخير. بداية ننحلي إجلالا واحتراما على شهداء جريمة حلبجة، هذه الجريمة النكراء التي ستبقى وصمة عار في جبين الأعداء وفي جبين الإنسانية التي جنحت إلى اختيار الصمت في ذلك الوقت. بالتأكيد مدينة دهوك ومحافظة دهوك كباقي مدن أقليم كردستان تقف دقائق احتراما وإجلالا على أرواح ضحايا هذه الجريمة في دهوك. يعني المشهد لا يختلف عن باقي مدن أقليم كردستان، رغم أنه قد تكون هناك العشرات من الجرائم الأخرى التي ارتكبت ضد الشعب الكردي في دهوك أيضا، لكن التلاحم الموجود بين كل الشعب الكردستاني في كل مدنه ومحافظاته التي تشبه جسدا واحدا، لذلك نرى أن الكل يحتفل سوية وأيضا يستذكر المناسبات الحزينة سوية. المؤسسات الرسمية على رأسها ديوان محافظة دهوك وباقي المديريات العامة في محافظة دهوك والمؤسسات القضائية المتمثلة بالمحاكم وأيضا المؤسسات غير الرسمية إن كانت هناك منظمات أو بعض الشركات لو صح التعبير، حتى الجماهير الشعبية في الشوارع تكون هناك وقفات انحداد في تمام الساعة 11 صباحا لمدة 5 دقائق، رغم أن الجو كان ممطرا في تلك اللحظات وحتى الآن، لكن يبدو نحن محظوظون بعض الشيء، توقف المطر أو خفت موجة المطر في هذه اللحظة أو منذ بداية هذه المداخلة وبدأ الجو يبدو مشمسا بعض الشيء، لكن في تلك اللحظة كان الجو ممطرا شديدا. هذا الاستذكار بهذه المناسبة هو للتعبير عن أن هذا الجرح لا زال باقيا والجرح لا يندمل. وسط مطالب جميع الكردستانيين بمحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة، البعض وصل إلى حكمه ووصل أو لاقى جزاء ما فعله، ولا تزال هناك قد تكون جهات يعني مطالبات بحكمهم أو تعويض المتضررين، تعويض الضحايا. نعم بوار الرحمة، يسعنا اليوم أن نبارك لأهالي حلبجة لتحويل هذه المدينة إلى محافظة، إلى محافظة أيضا إحدى التعويضات المعنوية لأهالي هذه المدينة. الرحمة لأرواح الشهداء وشهداء ضحايا حلبجة الشهيدة. شكرا لك بوار.